فمحمد اليوم انت هو موجود بلبنان وفي عمل جديد رح تطلقه، خبرنا اكثر عنه. اليوم عدي بيروت تصوير اغنية اسمها مرسي وكلك ذوق، من كلمات الشاعر سيف الفارس والحان محمود الغياث وتوزيع احمد المهندس وميكس طيف عادل، اخراج وايت ميوزك وانتاجهم كصورة. ان شاء الله يا رب تلاقي اعجابكم اليوم راح تسمعوها على المسرح. اليوم خبرنا محمد، انت بالعراق معروف كتير وبالوطن العربي في اشخاص اللي بتابعوا باللهجه العراقيه كمان بيعرفوك، خبرنا اليوم كيف عم تشتغل حتى تخلي نجوميتك ثابته وتتقدم ما ترجع لورا، لانه مثل ما عم نشوف انه في كتير فنانين صاروا عم بغنوا عراقي. صح، بس التفرد يبقى واحد، يعني دائما اختار الكلام الغريب بس المهذب، اللحن الغريب المهذب، الصوره اللي اطلع بيها، الكاركتر، الشكل، التفاصيل. تعرفين انت الميوزك يعني بالوطن العربي كعراق مكتسح الدنيا، ونتشرف انه باقي الفنانين اللي من الدول العربيه يغنون لهجتنا، واحنا من الناس اللي ساهمنا بالعراق ونتشرف انه وصلنا اللهجه العراقيه للوطن العربي. تعرفين سابقا ما كانت توصل هاي اللهجه، بصعوبه توصل بسبب ضعف المسلسلات والدراما العراقية. الأغنية العراقية هي اللي كانت يعني هي اللي أخذت على عاتقها توصيل اللهجة العراقية، وهذا الشيء نشرف به طبعا. إحنا من النجوم حسيت أنه أدى اللهجة العراقية وبتحب تسمعه دايما؟ النجم محمد عساف هو أكثر واحد غنى اللهجة العراقية بطريقة تجنن، الله يوفقه ونتمنى دائما يغني هاي اللهجة يعني أكيد. اليوم اللي بده يسمع عنوان الأغنية مرسي كلك ذوق بده يقول إنه فيها شوي هيك من اللقم والخبز، هي فيها كأنه الشخص أذك بشيء وأنت عم تدريها مش طريقة معينة. هي هو هيك شيء تقريبا راح تسمعوه على المسرح. وهاي الأغنية أنا كلش أحبها، من الأغاني المقربة مني وستايل جديد ما طارحه قبل. أني دائما أنا أميل للرومانسيات والأغاني الحب وهاي التفاصيل، اليوم لا شوي نسوي شقاوة وياكم على المسرح. في كتير أشخاص اللي بيعرفوه لمحمد ترك بيقولوا إنه هو عم يشتغل كتير وعم بيجرب يكون نمبر وان على الساحة العراقية من فئة الشباب، شو رأيك بهذا الحكي؟ كلام صحيح، يعني كنا إذا نجتهد حتى نوصل للقمة. أنت كتير عم تجتهد لتكون نمبر وان، مصر على النمبر وان؟ يعني إذا أكو رقم أكثر من النمبر وان هم نطمح له إن شاء الله. يعني لازم أنت تدخل ما ترضى بشيء قليل، فأنت لازم تجتهد، رقم واحد لازم ينتعب له، يعني تعب مو قليل. هلا في اشخاص بيقولوا ان انت اذا بدك تصير نمبر وان وتزيد متابعينك لازم تشتغل اكثر على حالك على السوشيال ميديا، بخاصه على تيك توك يلي ضارب هيدي الايام، شو رايك؟ انا كسول بالبرامج بالسوشيال ميديا، كلش كسول، ويشتكون من عندي دائما انه انا قليل اتواصل، بس لانه الوضع يعني انا دا اشتغل لحالي ويا دوب دا اجهز الاوديو دا اصور دا كامل. انا اول بارح جيت البيروت، يعني اول بارحه، وباكر راجع للعراق، ومن بعدها عندي سفره لدبي، ومن بعدها القطر، وعندي هواي يعني اعمال دا انفذها، فما دا الحق انه اتواصل، بس يا دوب يعني دا اللي دا اقدر عليه دا انزله للعالم.